ينضم إلينا الكاتب والباحث المصري محمد غزالي. صباح الخير. صباح الخير، أخبارك إيه؟ اهلا وسهلا استاذ محمد. بصراحه انا يعني ما زرت هي العوامات، بس دائما بقلب كل عربي يمكن شاهد الافلام المصريه القديمه او قرا لكتاب مصريين في شيء يعني بقلبه تجاه هي العوامات، للاسف هلا قرار ازالتها. احكي لنا عن تاريخ هذه العوامات، مين سكن فيها؟ لا يعني مين سكن فيها؟ انت بتتكلم على تاريخ كبير قوي في مصر. انت بتتكلم على تاريخ ليه علاقه بالبشوات، ليه علاقه بالفتره الملكيه، ليه علاقه بفتره التكتيك اللي كانت تتم. انت بتتكلم على مثلا عوامات زي عوامات منيره المهديه، كان في عوامات ياو، يعني هو العوامات دي هي جزء كبير من الثقافه والحضاره المصريه، سواء الطراز المعماري اللي موجود فيه العوامات او الطراز الثقافي، بس هي للاسف مش مسجله، يعني ده من ضمن الحاجات اللي ما حصلتش يعني. مرتبطه عند الناس بالافلام، لان مثلا انت عندك فيلم زي فيلم صرصره فوق النيل بتاع نجيب محفوظ. الفيلم اتكتب في عوامه، ولو انت متابع هتلاقي ان هو اغلب الحاجات مثلا ما بيتحركوا جوه العوامه، الناس بتتحرك، الناس بتروح، الناس بتيجي، فانت طول الوقت مرتبطه في دماغك العوامه بنجيب محفوظ بعالم الروايات وكده. صح. العوامات ممكن تقول ان هي قعدت فتره طويله في تاريخ مصر، سواء لان هي كانت بيسكنها فتره من الارستقراطيين، يعني انت بتتكلم على فتره كامله كان فيها ناس كتير قاعدين فيها، وبعدين خرجوا منها. اعتقد في 1966 كان زكريا محي الدين اللي هو رئيس الوزراء اياميها، كان في مسابقات تجديد بتتم. وبناء على مسابقات التجديد دي هو الراجل خد باله ان يمكن ده يعوق المسار بتاع الدين، فخد القرار. دلوقتي الحكومه المصريه بتتكلم على ان اعاده المظهر الحضاري للنيل، فمديه قرار بازاله العوامه. هي مرتبطه في اذهان الناس كلها بتاريخ كبير، يعني انا اعرف ناس لحد النهارده عايشين هناك، اعرف ناس بيخشوها. هو عباره عن عارف لما يكون في سمك قاعد جوه بحر، في ناس بالنسبه لها عوامات أكيد. يمكن هذا اللي جعل يمكن الحملة على السوشيال ميديا تكون كتير كبيرة بعدم إزالتهم، طبعا تعاطفا مع أصحاب هاي العوامات. القرار موجود من 2020، واليوم يمكن تم موضوع تنفيذ هذا القرار بإزالة يمكن عوامتين والباقي، ولكن ضمن القرار قالوا أنه باستثناء حالة أو اثنين التي تحتاج لمراعاة البعد الاجتماعي. شو كان قصدهم بالقرار بمراعاة البعد الاجتماعي؟ طيب في العادي في مصر او في اي مكان، اعتقد ده في العالم كله، لما بيكون في سكان المكان الوحيد ليهم هو النيل، يعني في ناس مثلا ما عندهاش التكلفه، انت بتتكلمي على عقارات غاليه جدا، يعني في ناس مثلا في قصص على الناس باعوا تقريبا كل حاجه في حياتهم عشان يقعدوا على المكان. فانك تنقلهم في يوم وليله، هو حرفيا في كذا حاجه، في فيديو استاذه انتصار اللي هو موجود، في فيديو استاذه ثانيه بتتكلمي استاذه اخلاص، يا رب سوري استاذه اخلاص حلمي مش انتصار، اخلاص حلمي. حد بيجمع حياته، انت بتجمعي حياتك كلها، يعني انت صحيح. لو بتسيب مكان شغل فانت بتلم كوبايه القهوه بتاعتك والمج والحاجات بتاخد وقت. في ناس عايشه هناك، في ناس بتموت تقريبا. في ناس صح. بتموت. فهيبقى في وقت طويل، بس هو الفكره مش في كده، الفكره ان انت في جزء من التراث المعماري بيتم ازالته، يعني في جزء كبير من تاريخ مصر المعماري والثقافي وكده بيتم ازالته تماما. حضاري وتراث ايضا. صحيح، انت بتتكلمي على ان بعد شويه وقت اعتقد ده مقدمه لحاجات ثانيه، مثلا بازاله بقيه الحاجات التعديلات الموجوده على المنظر. في عوامات محتاجه ان هي يتم الشغل عليها، محتاجه ان احنا نشتغل عليها مره واثنين وثلاثه، لكن القرار كان مفاجئ. مجلس النواب الناس قدمت له قرارات او استجوابات، للاسف اعتقد الموضوع هينتهي. انت بتتكلمي على ان عدد قليل اصلا من العوامات الموجود. خلال اعتقد على اخر على نهايه السنه يمكن قبل كده مش هيكون في وجود للعوامات دي. وكده انت بتبتدي جزء كبير من الطراز، يعني مش من الطراز المعماري بس، من التراث المصري. بس في نقطة انه يعني ما راح تكون موجودة، راح يتم اتلافة، هدمها، كيف راح يتم موضوع إزالة العوامات؟ نقلها لمكان ربما معين؟ يا ريت لو انه تنتقل لمكان ثاني. اشرح لك. انت لا، هي اتنقلت قبل كده من مكان لمكان، يعني هي اصلا اتنقلت في 1960 من مكان لمكان. هي العوامة دي عبارة عن بناء خشبي بالكامل، فهي بيتم جرها وبيتم تفكيكها وبيعها كخردة. يعني في عوامة بتاعت فريد الأطرش، يعني فريد الأطرش كان عنده عوامة، وكان بص انا عايز اشرح لحضرتك الموضوع، هحطك في سياق معين. تخيل ان انت شخص زي فريد الاطرش قادر ان انت تشتري بيت على النيل، فعندك مكان لطيف كده بتروح تقعد عليه كل فتره، فجت عليه ضرايب وحاجات فسبته. المفترض في العالم او في دول من العالم يعني ده بيتحول لمتحف. لا، هو ما بيتحولش لمتحف، هو بيتفكك ويتباع كخرده، يعني هو بيتشال المكان كله ويتفكك ويتباع كخرده. بيفضل بعد شويه وقت المنظر الفاضي بتاع المكان اللي كان موجود. فهي هتتفكك
هتتباع بقى، الناس هياخدوها، انا ما اعرفش. بس هي مثلا اخلاص، استاذ اخلاص هي بتتكلم، انا كنت لسه بتفرج على التقرير بتاعها من يومين ثلاثه، هي بتتكلم ان هي اللي منقيه الخشب، يعني هي اصلا منقيه البيت من الاول. فده خلاص، ده موضوع انتهى. هتتنقل مكان تاني على النيل؟ لا، ما الحكومه ما عندهاش اي استعداد ان هي تنقل اي حاجه على النيل. فظني كده انت بتتكلمي زي ما قلت لك، انت ما اعرفش اذا كان الغاء بشكل نهائي. فهمت عليك، تمام. صحيح، احنا بنتكلم ان كان في فتره كده منيره المهديه بديعه مصابني رؤساء وزراء كتير، يعني رؤساء وزراء كان في تاريخ كامل. صحيح. التاريخ ده بالتدريج بينتهي. دي اخر مرحله فيه، دي نهايه التاريخ اللي ليه علاقه بالعوامات. خلاص مفيش عوامات. طب الناس اللي ساكنت حاليا، هل راح يتم تعويضهم او نقلهم الى بيوت اخرى مثلا؟ بص، ده قرار يعني انا للاسف مش على اطلاع قانوني بالموضوع، ما بعرفش هيتم معاهم ايه، بس هو غالبا هو بيرجع لان البناء نفسه ما كانش قانوني، الموضوع نفسه ما كانش قانوني، او ان هو هيدي لهم تعويض، بس ايا كان التعويض اللي ممكن تعوضه على يعني ما فيش مكان في يعني ما اعتقدش في مصر في العالم بالشكل ده. انت بتتكلم على حاجه نادره جدا، حاجه اثريه زي ما قلت لك على تاريخ بالحرب. فما اعرفش هيديهم تعويضات ولا لا. القرار بيقول انه لا، ما راح يكون ابدا في اي تعويضات، ولكن راح يدفعوا غرامات لانه في بعض من العوامات يمكن توقف ترخيصها، وهذا بقرار منهم، لانه كان في اشخاص اصحاب العوامات هي كانت عم تطالب انه هي بدها تدفع الترخيص، ولكن ما كان في قبول، ويمكن هذا كان تمهيد يعني لموضوع يمكن ازاله العوامات. هو الفكره كلها ان هو بيدي تراخيص كل فتره زمنيه مقابل ان انت بتدفع فلوس. في ناس رفضت قالت المبالغ غاليه، اعتقد هم دلوقتي بيراجعوا نفسهم. في ناس قالت طب احنا ندفع المبالغ بس تجددوا لنا. التجديد طالما وقف فالمفترض انك بتخرج، بس يعني كاي حاجه في الدنيا شاغل العين، شاغل العين ما بيخرجش من مكانه غير بقرار محكمه. اللي بيحصل ده قرار الحكومه ان احنا بننفذ بقى خلاص، انا مش هديك قرارات، انا بدات اخد خطوات. وحتى إعادة الترخيص يمكن ما ممكن أن تلغي القرار. ما فيش حاجة كده، ما فيش ترخيص هيتعمل إزاي؟ ما هو الحكومة مش هترخصك، ما أنا خلاص وقفت الدنيا. يعني بس أنا وأنا بتكلم معاكم كان في حاجة ليها علاقة بعوامة فريد الأطرش. عوامة فريد الأطرش كانت عوامة شهيرة جدا، كانت هي طابقين كده وكانت مشهورة، كانت مضطرة إن هي تتحول لمتحف يعني. بعد فترة كانت حالتها شاهد على أحداث الحرب العالمية، يعني بص إحنا بنتكلم على حاجات ليها علاقة بالحرب العالمية. بعد فتره ما اتجددتش، خرجت فضلت متسابه لحد ما اترمت خلاص، خلصت بعت كوخ. هو ده مصير كل العوامات، مع انه المفروض يعني باي دوله اخرى هيك بناء له طراز معين، طراز ثقافي تاريخي، المفروض يتجدد مثل ما قلت. صحيح. ويتحافظ عليه بشكله بهيئته، ويمكن ينعمل متاحف مثل ما ذكرت لحتى الاجيال القادمه تشوف وتعرف هذا النمط من البناء. هي دي المشكله ان انت عندك كمان الفكره ان القرار اتخذ على مجموعه خطوات ورا بعض. الخطوه الاخيره اللي احنا فيها دي دلوقتي موضوع اظن مفيش حاجه ممكن تحصل. في جزء من التاريخ بينهار واحنا قاعدين بنتفرج عليه يعني، ومفيش حاجه انت ممكن تعملها تغير الموضوع. مرعب، ويمكن يكون في قرار حكومي هيتاخد في اخر لحظه، لكن حتى هذه اللحظه العوامات للاسف خلاص انتهت. بتكلم على جزء، يعني احنا حرفيا بنشوف جزء من التراث بينتهي بيتدفن، لكن حسب التصريحات بتاعت مثلا رئيس حمايه النيل ان هو تبعه ده، وكان في جزء من وزاره العدل، وان مفيش حاجه، وان هو مش هيطلع تعويض، في مخالفات. طيب من وجهه نظرك استاذ محمد، يعني شو الخطر اللي بتشكله العوامات لنحكي على البعد الاقتصادي او حتى الموضوع السياحي؟ يعني انا بالنسبه لي الخطر اللي بيهدده هو مطعم على النيل مش عوامه. اللي بيهدده هو سور اسمنت موجود على النيل شكله قبيح مش عوامه. اللي بيهدده حاجات كثيره جدا، اللي بيهدده مثلا يعني ايه اللي ممكن يهدده؟ كل شيء في الدنيا ينفع يبقى تهديد. يعني حضرتك بتتكلمي معايا في التلفزيون اهو، احنا ممكن جدا يعني اقول كلام وعلى الهواء يبقى تهديد، او ممكن ما اقولش كلام، بقول كلام له علاقه بالثقافه. كل حاجه ينفع تكون تهديد او ما تكونش تهديد. ده كلام يعني اظن المقصود منه هو درء النار، يعني درء النار، انك بتبعد حاجه عن عينيك. يعني انت بتعمل كده يعني ايه المفاسد اللي ممكن تكون موجوده؟ ينفع يكون في قرارات تجديد، ينفع تفرض غرامات، ينفع تجددها، ينفع تاخدها من السكان، ينفع تاخدها من السكان تحولها متاحف. تماما، يعني لو الموضوع كده. لكن هو في خطه كامله لاعاده هيكله المنطقه، وده معلن عنها من فتره، في خطه كامله لاعاده هيكله المنطقه.
يعني للأسف بعد هذا الكم كبير والعدد الكبير من السنين اليوم يمكن قرروا أنه يحسوا مثل ما قلت أنه فيه خطر على موضوع النيل أو حتى على المنطقة من وجهة نظرهم. طبعا نتشكرك شكرا لوجودك معنا الكاتب والباحث المصري محمد الغزالي، يسعد صباحك. شكرا لك، نهارك سعيد.